فاطمة على مجهودها الكبير عشان نوصل للمجتمع بشكل عام، سواء مؤسسات حكومية أو مدارس أو كل الجهات. وشاكرة للإدارة الأخت حنين. ومحاضرتي مختصرة عن الخدمات اللي يقدمها المركز بشكل عام لكل العمانيين والوافدين، حتى إذا كانوا موجودين معانا في السلطنة في كل الأوقات. نحن دوامنا يبدأ من 7:30 لين 2:30. بداية أعرفكم عن المركز الوطني للصحة الوراثية. افتتح المركز في 20 نوفمبر في العام 2013 تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير وزارة الصحة الموقرة. الصحة الوراثية، يهمنا نعرف إيش هي الصحة الوراثية. من المهم معرفة ما هي الوراثة، وأين يكمن سر الوراثة في أجسامنا، وكيف تورث الصفات الوراثية للأجيال المتعاقبة. لمعرفة ذلك يجب علينا أولا أن نعرف مما تتكون أجسامنا. وعلم الوراثة هو علم يبحث في وراثة الصفات الخلقية بين الأجيال المتعاقبة وفي تطور وقوانين الوراثة، ويعتمد بشكل عام على التناقل أو انتقال الصبغيات، وهي الكروموسومات التي تحمل الصفات الوراثية عبر الجينات من الأبناء من الآباء إلى الأبناء عفوا. والجين هو عبارة عن مجموعة من البروتينات والمسمى بالدي ان اي، وهي الوحدة الأساسية والوظيفية في الوراثة عند البشر، وتحتوي على تعليمات وشفرات تترجم لتصنع لنا البروتينات اللازمة لوظائف أعضاء الجسم لدينا. يتكون جسم الإنسان من تريليونات من الخلايا، وتتميز لتكوين أنسجة وأعضاء الجسم المختلفة التي تقوم بوظائف محددة بعض وتوجد في الكروموسومات. الجينات مكونة من وحدات بناء في الأحماض، هي الأحماض النووية الدي ان اي. طبعا لدى كل إنسان حوالي 30,000 من الجينات والمورثات تلعب دورا حيويا في انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء، من الأب والثاني من الأم. يوجد في الإنسان الطبيعي عدد من الجينات المعطوبة لا تؤثر في حياته الصحية. طبعا نحن عندنا جينات معطوبة يمكن ما ظاهر علينا، بس لو صار أني أنا تزوجت من شخص عنده نفس الجينات المعطوبة، معناتها أنا قويت العطب هذا ونتج لي شخص مصاب أو حامل، وعلى الأجيال المتعاقبة بتظهر الصفة بشكل أوضح. يعني وراثي في الأبناء برغم عدم وجوده في الأبوين. أمراض الدم الوراثية، طبعا كانت في إحصائية قريبة، هذه آخر إحصائية كانت النسب المئوية لحاملي جينات الإصابة بأمراض الدم الوراثية في السلطنة. مثل ما نلاحظ الأنيميا المنجلية 10%، والألفا ثلاسيميا اللي هي ما يقارب 5% تقريبا، البيتا ثلاسيميا عفوا، والألفا ثلاسيميا 45 إناث نفس الحالة، يعني من 13 إلى 15% تقريبا. نيجي نتكلم عن مرض الدم المنجلي. تعرفوا الناس المصابين بالأنيميا المنجلية دائما ما يترددون على المراكز الصحية والمستشفيات بالآلام القوية اللي عندهم. إيش في رأيكم سبب هذه الآلام؟ إيش تعرفوا عن هذا المرض؟ إيش سبب هذا الآلام؟ بشكل عام كريات الدم الحمراء الطبيعية يكون شكلها دائري. ليش سموها مرض الدم المنجلي أو الأنيميا المنجلية؟ لأن في هذه الحالة كرية الدم الحمراء هذه بدل ما تكون دائرية تكون على شكل المنجل أو المجز بالعمان. هذا في هذه الحالة يعني الأشخاص المصابين بالخلايا بالأنيميا المنجلية تكون نسبة اللزوجة في الدم كبيرة، يعني نسبة الأكسوجين قليلة مما يؤدي إلى تكسر كريات الدم الحمراء فتصير نفس المنجل، فتسبب انسداد أثناء مرورها في الشرايين أو الأوردة، تسبب انسداد تراكم يعني فوق بعض تتراكم فتسبب انسداد مما تسبب هذه نوبة الألم. لما يوصل الشخص
لهذه المرحلة يضطر أنه يروح المستشفى عساس ياخذ المهدئات وهذا. فنحن ننصح قبل ما تروح المستشفى تاخذ شو اسمه سوائل زيادة كافية، لا ترهق نفسك، تقلل من التعب لأنك أنت معرض لهذا الإجهاد ولهذه النوبة، فيحاول أنه يخفف من هذا الإجهاد والتعب والإرهاق، وإن شاء الله يعني يكون في يقلل من أعراضها. هو موجود أو مصاب حامل موجود عنده بس يقلل من أعراضها. طرق توارث أمراض الدم الوراثية المنجلية والثلاسيميا، في عندكم كم صورة أنا حطيتها. في عندنا أب سليم وأم سليمة، يطلعوا الأبناء كلهم سليمين، الأب حامل والأم سليمة، 50% يكونوا حاملين للمرض و 50% سليمين. إذا كان الأب مثلا أو الأم مصاب، أحدهما مصاب والآخر حامل، 50% نفس الشيء حامل و 50% مصابين. في كانوا في حالة أنهم كانوا مصاب وسليم يكونوا شو اسمه الأغلبية أو جميعهم حاملين للمرض إذا كانوا مصاب أو سليم. في حالة أنهم حاملين للمرض 50% نفس الشيء، يعني 25% مصاب و 25% سليم والبقية حاملين للمرض اللي هم 50 الأولاد. إذا كان الوالدان يحملان نفس الجين الذي به خلل، فهناك احتمالية 25% أن يرث الطفل نفس الجينات المعطوبة من الأبوين، يظهر المرض الوراثي في الطفل لأنه لم يرث النسخة السليمة من هذا الجين نفسه. إيش دورنا إحنا كعيادات أمراض دم وراثية في المركز؟ تقوم عيادات أمراض الدم الوراثية في جميع مستشفيات السلطنة بفحص أمراض الدم الوراثية المعروفة للمقبلين على الزواج وأفراد عائلة المصاب بإحدى هذه الأمراض. طبعا نحن ما عندنا هذا الفحص في المركز، بس نحن نوجه الناس والأشخاص المقبلين على الزواج أنهم يروحوا يفحصوا قبل الزواج. نحن كان في بنك الدم هذا الفحص، بس حاليا موزعوه على المراكز الصحية التابعة لكل شخص لكل ولاية، يعني من ولايات السلطنة. فما أعتقد أنهم يلاقوا أي اعتراض لما يروحوا في قبولهم أنهم يقدموا على هذا الفحص. والأخت فاطمة من الناس المجتهدين في هذا الشيء، وتسعى أنها توصل هذه المعلومة للمجتمع أساس أنهم اللي ما عنده فكرة يروح. وتشمل أمراض الدم الوراثية مرض الأنيميا المنجلية ومرض الثلاسيميا ومرض نقص الخميرة. يهدف الفحص لاكتشاف الأشخاص الحاملين لجينات هذا المرض من أجل تقديم الاستشارة الطبية المناسبة لكل حالة، للحد من تنامي معدلات الإصابة في الأجيال المتعاقبة. متلازمة داون أو الداون سيندروم، هذه حد عنده فكرة إيش هذه المتلازمة؟ الطفل المنغولي أو الطفل اللي يولد في متلازمة داون. نحن كل شخص منا عنده 46 كروموسوم، كل و23 زوج من الكروموسومات. في الأشخاص المصابين بالداون سيندروم يكون عندهم 3 كروموسومات في العدد 21. طبعا هنا مثل ما موضح بالدائرة، هذا النوع الأكثر شيوعا في الموقع كروموسوم 21، 3 كروموسومات بدل من 2، هو في العادة الطبيعي 2 فقط. فهنا لو تلاحظوا 3 كروموسومات، فهذا الشخص مصاب بالداون سيندروم. في نوع ثاني هو أقل شيوعا، انتقال جزء من الكروموسوم 21 والتحامه بكروموسوم 14 ويشكل 3 كروموسومات 21 بدل من 2. هنا رسم بياني يوضح العلاقة بين عمر الأم واحتمالية إنجاب طفل مصاب بمتلازمة داون، حيث ترتفع الاحتمالية بتقدم عمر الأم الحامل. لماذا فحص ما قبل الزواج؟ نحن نفحص قبل الزواج مثلا لوجود مرض وراثي في العائلة، سواء عائلة الأم أو عائلة الأب. الزوج أو الزوجة يحملون مرضا وراثيا يمكن توريثه للأبناء، حدوث إجهاض مسبق أو ولادة طفل متوفي، وجود إصابة بأنواع معينة من الأورام لأفراد عدة في العائلة، تأخر في النمو أو مشاكل صحية أخرى، بحيث يعتقد الطبيب أن من هذا الفحص قد يؤدي إلى فائدة وإلى اتصال بمرض وراثي.
التعليم والإرشاد الوراثي عندنا يقوم بدور حيوي في تنظيم خدمات الصحة الوراثية عبر عملية التعليم المستمر حول المستجدات الحديثة في مجال الصحة الوراثية للكادر الطبي والتثقيف والتوعية للمجتمع، ويتم ذلك عن طريق تدريب المرشدين الوراثيين والمثقفين للقيام بالمهام المتعلقة بالتوعية والتثقيف، عقد عدة ورش وعمل